بهذا الأسلوب يدبر الآن نظام المقاصة في المغرب، والذي من المفترض من الناحية المبدئية أن تكون الأسر الفقيرة أكثر المستفيدين من أموال هذا الصندوق وليس الأسر الميسورة، عكس ما قام به المواطن أب الطفلة المريض الذي ذكرناه في القصة. والتانود ها انت ولا هذوك اللي معاك تعجبونها في الكوستيمات والبوزات والتصاور، مقاصة المقايصة الناتج الداخلي الخام البوغلي بكحل. نذكرك سي بن كيران انك سبق لك ومن تلقاء نفسك